بتسلم على الفراخ برهم. طبعا احد الناس اللي معاها طمر طلبوا مني ان احنا نعمل دراسه جدول على الفراخ برهم، التربيه الصحيحه وهل منعتها عاليه ولا لا، وايه نوع العلف اللي بيمشي مع الفراخ برهم. ده كله ان شاء الله هنعرفه في فيديو مع بعضينا. بس قبل ما ابدا احب افكر الناس اللي بتتابعنا اول مره تدوس اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس، هيوصلها مني كل ما هو جديد باذن الله في عالم الطيور الفسيخ. مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه هنتكلم عنها الاسعار، بعد كده المناعه، وبعد كده ازاي هنبيع الفرخه او ازاي هنبيع الكتكوت. الاسعار طبعا الحاجه المستوى العالي زي ما احنا شايفين كده، الاسره تقريبا بتعمل 2000 جنيه تزيد الفرخه او 2000 ونص او 3 كمان، تمام؟ على حسب المستوى بتاعها وعلى حسب البيع والشراء بينك وبين اللي انت بتشتري منه. دي مبدئيا. حلو الكلام؟ وفي برضه اسره بتعمل من 750 ل 1000. برضه دي اسره متوسطه وهنتكلم عنها برضه مع بعضينا. يبقى الاسره العاليه المستوردة اللي هي تقريبا بتعمل 3000 جنيه، الكتكوت بيعمل معايا 250 300 جنيه. يبقى كده عرفنا الاسره بتعمل تقريبا 2 ونص، الكتكوت بيعمل 250 جنيه. حلو الكلام، يبقى كده عرفنا الاسره المستورده. طيب الاسره اللي هي الشعبي اللي هي متناول الناس كلها بتعمل تقريبا من 800 جنيه ل 1000 او 1200، الرينج ده اللي هو الديك والفرخه. الكتكوت بيتباع بكام؟ الكتكوت بيتباع من اول 70 لحد 80 جنيه. يبقى احنا كده عرفنا الاسره بتعمل كام والكتكوت بيعمل كام. طيب المناعه يا عم احمد بتاعتهم عامله ايه؟ المناعه بتاعت البرامه يعني هنقول 70% محترمه. حاجه اي حد ممكن يعرف يربيها. يعني لو واحد لسه مبتدي في الغوايه يعرف يشتغل مع البرامه، عشان البرامه مناعتها ما شاء الله عاليه وبتستحمل الصيف والشتاء. بس العيب اللي فيها الصيف صعب عليها شويه. محتاجه جو يعني بارد شويه في الصيف، بمعنى ان هي ريشها كثيف. الريش بتاعها كثيف جدا، فاكنها لابسه برضو او لابسه لبس شتوي وعايشه في الصيف، فما بتقدرش تكون في الصيف قوي. فدي حلها بسيط اللي انت تقدر توصلها جو رطب فبتعدي معاها في الصيف. طيب الشتاء، الشتاء هي بتقدر تستحمل الشتاء عشان الريش الكثيف بتاعها بيقدر تعدي معاك الشتاء مرتاح. يبقى احنا كده عرفنا المناعه بتاعتها عاليه وبتحب الشتاء اكتر من الصيف، تمام؟ واي حد ممكن يربيها عشان المناعه العاليه، وبرده الكتكوت مناعته عاليه وبيعيش معاك، مفيش اي مشاكل من ناحيه المناعه بتاعت الفراخ. طيب يا عم احمد نبيع ازاي وفين ولمين؟ كده احنا عرفنا المشروع ماشي ازاي. هقول لك تبيع ازاي. اول حاجه انا هسيب واتساب، رقم واتساب ورقم الجروب بتاع الفيسبوك تحت صندوق الوصف. ده طبعا هيبقى للتواصل مع بعضينا، ولو انت عندك حاجه عايز تبيعها بتتباع هتقدر تبيعها على الجروب ده، ولو عايز تشتري حاجه هتقدر تشتريها برده من على الجروب ده. ده الجروب ده هيبقى التواصل البيع والشراء كلنا مع بعضنا. طيب لو عايز مستويات عاليه حد يشوف فيه، طبعا ظاهر معانا الرقم بتاع الاستاذ حسين، برضه راجل محترم وبيبيع باسعار محترمه وبحبته مضمونه، وانا الراجل ده اضمنه برقبتي اللي انا اعرفه شخصيا، فمش هيطلع حاجه وحشه ومش هيضر حد ان شاء الله. يبقى لو عايز الحاجه اللي انا بصورها حاليا دلوقتي دي بتاعت الاستاذ حسين، وتقدر تتواصل معايا على الرقم الجزار ده، والراجل مش هيأثر معاك اذا كان اسره كبيره او اذا كان كتاكيت. الحمد لله الراجل متوفر عنده كل حاجه. وبرضه في بيض مخصص، يبيع بيض مخصص، بمعنى الكتكوت البيضه من الاسره المستورده اللي هي تقريبا بتعمل 3000 جنيه، البيضه بتعمل 100 جنيه. واللي هي البيضه من الكتكوت بيعمل 70، البيضه بتعمل 25 جنيه. تمام؟ طبعا اسعار انا من وجهه نظري شايفها اسعار حنينة ومش تقيل على اي حد. تمام؟ عايز تشتري اسره متوسطه تبدا بيها ده حاجه حلوه، وانا بنصحك بالموضوع ده، ابدا صغير. طيب عايز انت ربنا وسع عليك وعايز تبدا باسره كبيره اللي هي مستورده، برضه الراجل متوفر عنده كل الحاجات اللي احنا هنعرضها او اللي هي باينه معانا في الصور دي ان شاء الله.
ايه؟ اول حاجه انت راجل دلوقتي شغال في مستورد وبتبيع بيضه بفلوس وبتبيع كتكوت بفلوس. انت انا اشتغل في العالم رقم واحد الصبح، ما اشتغلش في العالم رقم اثنين. اول حاجه زي ما انا بقول على طول رقم واحد، شوف انت في المنطقه عندك احسن نوع عرف ايه تشتغل منه. لو جالي شويه مفيش اي مشاكل، ولازم يكون سوبر، لازم يكون العرف سوبر، ولازم يكون معانا خدمات اللي هي الف دال تاء الف دال ثلاثه اهي، واللي هي ملحمه عدنيه، واللي هي فيتامين هي سيلينيوم. الحاجات دي لازم تكون موجوده عندك وتكون شغال بيها. طب الحاجات دي بتعمل ايه يا عم احمد؟ الحاجات الثلاث حاجات اللي انا قلتهم في الفيتامينات دول بيرفعوا جهاز المناعه معايا. ما دام جهاز المناعه عالي معايا يبقى كده بدي فيتامينات، بدي علف نضيف، يبقى معايا الفرخه بصحه جيده طول الموسم، اذا كان صيف او شتاء. طب انا داخل عليا فصل بين الصيف والشتاء، تمام؟ انا بدي رافع مناعه، مش يهمنيش الكلام ده. ليه؟ الفرخه عندي او الفرخه صحتها حلوه وشها احمر، جهاز المناعه عالي، هيعدي عليها كل الايام زي بعضيها. بس اهم حاجه في الفراخ الزينه اللي هو النظافه. لازم النظافه باستمرار، وعامة مش في فراخ الزينه بس، في اي مجال حمام، عصافير، طيور، بلدي، لازم النظافه رقم واحد. عشان النظافه دي هي اللي بتعمل كل المشاكل بعد كده عند الطيور. يبقى المشروع سهل وربحه عالي جدا، والبيع والشراء سهل جدا، تمام؟ الحمد لله احنا المفروض مننا كميات وما عندناش اللي احنا نكفي السوق المصري. السوق المصري محتاج اي حاجه بتتباع في السوق المصري، الحمد لله بتتباع. السوق المصري عطشان سلع، فانت لو توكلت على الله ونزلت واشتريت ان شاء الله هتعرف تبيع بكل سهوله ان شاء الله. والناس برضو اللي متابعاني على القناه لو عندك حاجه عايز تبيعها ممكن تتواصل معايا وانا اقدر اساعدك في البيع والشراء بتاعها ان شاء الله. حابب اطلع حضرتك لو عندك الفيلم دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.